خدش من وشه وبيخد من وشي. خد عمرينو يا عمرينو. هو انت يا مصطفى مش تقول حبيبي دي الواحد زي يا جدعان المفروض اللي زي ما انتم شفتوا. المفروض اللي فكره الفيديو بتاعتي النهارده انا اللي كان بيحصل دلوقتي زي ما انا مرعوب كده هيبقى مكاني احمد شاور. طبعا زي ما انتم عارفين احنا خدنا اللي ما اتفرجش اللي ما اتفرجش على الفيديو اللي فات المفروض ان احنا جينا خدنا الاوضه نقفل بس الباب. حاليا في الفندق عدى اوضه في الفندق اجمل فندق اللي احمد شاور قاعد فيه اللي على البحر. لو ما اتفرجتوش مش عارفين ايه فكره الفيديو واحنا فين واحمد شاور راح فين. يا مصطفى لا يا كلب لا هنا لا عايزين تعرفوا ايه اللي حصل اتفرجوا على الفيديو اللي فات هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. زي ما انتم شايفين المفروض ان احنا جبنا اللبس ده والده والشخص المرعب ده. طبعا كل ده كده وكده ده اشكال مرعبه مش حقيقيه عشان ما حدش يتخض من وش عسكر وهو نايم ولا حاجه. تحس ان عسكر كده واحده طالعه من امبابه طالعه كده ايه من سوق الخضار. انتوا شوفوا السمانه تطلع 5 جنيه. مع احترامنا لكل اهالي امبابه انا مش قصدي اي حاجه بس اهالي امبابه اخواتنا بس عارفين انتوا اللي هو ايه واحده نازله تبيع خضار وبتشلح رجلها. عايزين تشوفوا الفخده كده لا عسكر 15 جنيه كده بس لف وريهم النار ده في يا رب يا فجره يا سهله. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين ده المفروض ده الطقم بتاع عسكري. في بقى طقم زي ما انتم شايفين ده الطقم الثاني بقى زي ما انتم شايفينه كده اهو. ده المفروض ان ده مهرج بس مهرج متخلف عقليا. معاه بقى الطقم بتاعه اللي هو ده ماشي. دلوقتي المفروض ان احنا جينا امبارح نمنا ظبطنا اللبس بتاعنا. احمد شاور ما يعرفش ان احنا هنا اصلا. احنا واخدين الاوضه اللي جنب احمد شاور في الفندق وهنبتدي ان احنا نرازي احمد شاور بقى بعد ما نلبس اللبس ده. جاهز يا مصطفينا؟ جاهز يا سينو. زي ما انتوا شايفين المفروض البس ده كده. اقفل لك السوسته. اقفل لي بس السوسته من ورا بس اوعى السوسته بس ها؟ السوسته بس يا ابراهيم. الناس هتبقى عامله غلط كده هتلاقي الكومنتات اعلام الوان. ده رجاله جدا. يعني اوعى حد يفكر ان احنا بس كل ده هزار بس. كده زي ما انتوا شايفين احنا قفلنا كده من ورا المفروض كده بس. بس قدام بقى كده بص بقى ده الوش. هات بقى الوش بتاعك. في حاجه هنا لسه ما اتعملتهاش. لا دي مش تنفع بقى مش هحطها على دماغك. بسمك. يا ابني انت كده كده هتقرع. خلاص في ايه؟ احمد شاور هم الناس هم احمد شاور. دلوقتي يا جدعان بقى هنروح نشوف احمد شاور صحي ولا لسه. بقول لكم يا جدعان احنا دلوقتي كنا لسه بنجهز الخطه سمعنا صوت بلكونه عند اوضه احمد شاور بيتفتح. تعالوا هنبص من البلكونه كده نتاكد بس عشان لا نفتح اوضه حد غلط ولا حاجه ونطلع غلطانين في الاوضه. تعالوا لو الفيديو ده جاب 300,000 لايك هنعمل فيديو انا وعسكرين وهننزل بنفس اللبس ده ونعوم في البحر ونركب الجيت سكي باللبس ده قدام الناس اللي تحت في البحر بنفس اللبس. 300,000 لايك. بصوا يا جدعان في تحت في البحر جيت سكي هموت وانزل اركبه. طبعا زي ما قلت لكم لو الفيديو جاب 300,000 لايك هننزل نركب عسكرين وهيركب جيت سكي وانا كمان هركب جيت سكي بنفس اللبس المرعب ده ونشوف رد فعل الناس. انا مش هركب الجيت سكي. انا بقول لكم ايه كل الناس اللي تحت على الشط اجانب ولابسين بيكيني كلهم اكيد هي كده بالظبط يا جدعان. لو عملنا الفيديو ده هنتحبس. يلا بينا نبتدي نخبط على احمد شاور وكده صاحي. يلا بينا جاهز. دلوقتي يا جدعان المفروض ان الخطه اللي رسمناها انا وعسكرينو هنخبط كام خبطه على الباب. 3 خبطات بالظبط وبعدين نبعد عن الباب نستخبى جوه اوضتنا ونشوف بقى رده فعل احمد شاور لما هيشوفنا. كنسل العمليه. انت عايز تبقى ابنك؟ اصبر اصبر واحد
كده معز ومعز هيموتوا جوه مختلفين. حاسس ان احنا شبه الحرامية بتوع فيلم غبي منه فيه. انا اللي هقول يلا. ده بيتكلم انجليزي. بيقول مش عارف ايه ماي دور. ده فاكر حد اجنبي قاعد جنبه. لا فريق جاله سب. ده بيعمل حمام في الحوض. Housekeeping, sir. Housekeeping, sir. Where are you? Where? Get the fuck out! Ahmed, the shower. Open the door, Ahmed. Ahmed, shower. Open the door. Open. I'm Amouri. I'm Ahmed. Shower. يا عم انت بتقول ان هي ابوك يا عم. انا عمر شوريته يا عم. انت جاي لي الفندق ليه يا عم؟ ما نقدرش. ثاني عرفت ازاي مكانك؟ اقسم بالله كنت مخلي الحكومه التعبيط يا ابني. مش ثاني ازاي عرفت مكانك؟ خدني بالحضن. مش عايز اقرب يا عم. طب فين عزوز؟ احمد انت هقول لك كلمتين. احمد انا عمر وعسكرينو هقول لك كلمتين بالعدل. احمد افتح هقول لك كلمتين بالعدل. كلمتين. طب افتح اكسكيوز مي براذر. احمد شهريتو ما انت عارف الفندق لوحدك ولا ايه؟ امال ما عايز الشاي. احنا دافعين فلوس يابا. هاوس كيبنج احنا قاعدين هنا بفلوسنا. بعيد عنك يا حبيبي. انا في ملك الحكومه. انا في فندق الحكومه يا حبيبي بدفع كاش موني. ام عز فين يابا؟ ام عز وعزوز فين؟ يا عم خلوك حالكم. احنا دلوقتي يا عم مالكش دعوة. انت جاي الفندق ده بعلم معز ولا لوحدك؟ هات المسرح هاجي هاجي وراك برضه. واقف في وشي؟ Ah! 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 Ah!
انا اتمنى ما فيش حد من اداره الفندق يتفرج على الفيديو ده لان ده كله تمثيل، كله تمثيل، خدعه سحريه، كله خداع بصري، كل ده خداع بصري، مفيش حاجه اتكسرت ولا حد اتضرب ولا اي حاجه. طب احمد افتح حواليك حته الرعب. انا يا جدعان هو تقريبا خبطني في دماغي بحاجه، حاسس ان انا عندي احتجاج نزيف داخلي. اداني واحده في النيبخ وحاجه ان كل ده متصور عشان انا ارفع عليه قضيه هنا في الامارات، ممكن ارفع عليه قضيه ومعانا 4 شهور يا مسطى. في 4 شهور في كاميرا كمان متصوره وهتسيب بقى يتبع عشان تشوف النتيجه الفيديو الجاي وانا بعمل محضر فيه، ومش هسيبك يا احمد اصور ويتبع.